هنا المقر الخاص بالشركة في دبي. هذا هو المقر. هذا إحدى الأعضاء يريد أن يتوجه إلى مقر شركة بي إن بيش. هذا المدير الخاص بالشركة. هنا الطاقم الإداري الخاص بالشركة. هذا يعني من باب يعني المصداقية والموثوقية الخاص بالشركة. هذا هو المكتب وصول الطاقم الإداري الخاص بهذه الشركة. هنا كذلك فيديو ترويجي بمكاتب خاصة بشركة بي ام بيش، سوف ألقي نظرة. هنا بدبي كما ذكرنا سابقا. بدبي وهنا لندن، وهذا من أجل أن تكون الشركات لديها نوع من المصداقية. نرجع الآن إلى شرح التسجيل والأمور الخاصة بطريقة التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، لكامل شرف أن نلتقي مجددا، وأعتذر عن هذا الغياب. طبعا حاولت من خلال هذا الفيديو أن أقدم شركة عملاقة جدا والتي أثبتت مصداقيتها في الآونة الأخيرة، وجل العرب يستثمرون في هذه الشركة لأنها يعني تحمل من المصداقية الكثير والكثير. ولأحيطكم علما أن طبعا هذا مجال الإنترنت هو مجال يعني مملوء بالنصب، فلا بد عندما تريد أن تستثمر في أي شركة فلا بد من تحريات هذه الشركة أولا، وهذه نصيحة. فلا بد أن تتحرى هذه الشركات، ترى إن كانت صراحة تدفع لمستثمريها زيادة عن ذلك، هل يوجد لها مقرات حقيقية إلى غير ذلك. في الآونة الأخيرة كما شاهد كما يعرف الجميع أن الهاشم أوسيان قام بالغلق، ومنهم من قال إنه سوف يفتح، وأنا أستبعد هذا كليا وأقول لكم الأخوة الذين استثمروا وأنا من بينهم، وداعا للهاشم أوسيان. أريد أن أجد للإخوة الذين ربما عانوا الكثير من موقع هاش أوسيان، توجد هذه الشركة التي أثبتت مصداقيتها. كون الشركة هي شركة استثمارية، شركة أمريكية لديها مقر في لوكسمبورغ، وفي الآونة الأخيرة قامت بفتح مقر لها ثاني في دبي الإمارات العربية المتحدة. تخصص هذه الشركة في بيع المساحات الإعلانية. مبدئيا إن شاء الله سوف أريكم، أو نستطيع ربما نصل إلى كل أساسيات هذه الشركة. أولا وقبل كل شيء، طريقة التسجيل كما تشاهدون، راح تضغط على سيك أب هكذا. هذا اسم يعني للشخص الذي دعاني لهذه الشركة. هنا تقوم بكتابة الاسم المستخدم أو اليوزر نايم، يعني الاسم مستعار الخاص بك. هنا تقوم بكتابة الإيميل، ولا بد أن يكون إيميل مفعل، أي أنك تستطيع الدخول والخروج منه بدون مشاكل. ثالث شيء وهو كتابة الباسورد، لابد أن تكون هذه الباسورد من حروف صغيرة وكبيرة لاتينية طبعا، وأرقام تعيد كلمة الموت باس، كتابة الموت باس هنا. وهنا تختار الدولة الخاصة بك، تضغط هنا، وهنا كرييت اكونت، تضغط على كرييت اكونت اللي راح تخرج لك النافذة وتطلب منك الدخول مباشرة إلى حسابك. بعد ما تقوم بالدخول تضغط على لوج ان، سوف تخرج لك هذه الواجهة. هنا تكتب الإيميل الاسم الذي قمت بالتسجيل به، وسوف أقوم بكتابته.
وهنا الموت باس الخاص بك، ثم تضغط هنا على وضع الكاباتشا، رموز الكاباتشا. هنا يطلب منك أن تضع محلات تجارية، ماغازين، تختار المحلات التجارية هكذا، ثم نضغط أوكي ثم لوجي وننتظر. ربما يوجد خطأ، نقوم بمرة ثانية، محلات تجارية دائما، ثم ضغط ثم لوجي. ننتظر كما تشاهدون. أول ما تقوم بالدخول إلى هذه الشركة راح تكون يعني لست أكتيف، أي غير مفعل. لكي تستطيع تفعيل حسابك لابد أن تشتري باقة من هذه أو تستثمر في هذه الشركة. أولا سوف نذكر أريكم طريقة شراء الباقات. طريقة شراء الباقات، أول شيء لابد أن أن تشحن حسابك هنا في بي ان بي هذه الشركة، ثم بعد ذلك تستطيع أن تشتري باقة. هذه الأمور إن شاء الله سوف تكون عملية، سوف أقوم بالاستثمار مباشرة، ولكن قبل ذلك سوف نتطرق أو نشرح بعض الأمور. نذهب إلى الباقات هكذا. أول شيء وهو الشراء وهو الربح عن طريق الباقات. الباقات توجد من $20 إلى 50 إلى 5000 دولار. هنا يعني الأرباح تكون ما بين 130% إلى 150. والجميل في هذه الشركة أن الأرباح ليست ثابتة. هذه يعني إذا استثمرت مثال استثمرت $20 سوف تربح، مثال إذا كانت 150% سوف تربح $30، وإذا كانت 130 سوف تربح تقريبا يعني فوق المبلغ الذي قمت ب يعني المبلغ الذي قمت ب أو الباقة التي قمت باشترائها سوف تربح يعني 10%. وإذا استثمرت يعني 130 أو ربحت 130% سوف يكون لك فوق هذا المبلغ أي $6، أي 26 دولار. هذا فيما يخص الربح من الباقات. طيب سوف ننتقل إلى الطريقة الثانية في الربح، وهي عن طريق عن طريق الإحالات. هنا حضرت هذا وهنا النموذج لمعرفة طريقة الربح عن طريق الإحالات كما تشاهدون. الطريق الربح عن طريق الإحالات، أولا مثال أنت هنا وقمت باستدعاء شخصين أو أكثر، راح تأخذ الإخوة الذين استثمروا تأخذ عنهم ثلاثة، تأخذ يعني 13%. إذا كانوا استثمروا مثال $100 راح تأخذ $13. مثال هذا الإخوة الذي قمت أنت باستدعائهم، هم بدورهم قاموا باستدعاء أشخاص ليسجلوا ليقومون بالاستثمار في هذه الشركة، فلك أنت منهم 2%. مثال إذا استثمروا $100 فلك 2%. هذه طريقة عن طريق الربح، أول يعني الطريقة الأولى في الربح عن طريق الإحاليات. والطريقة الثانية عن طريق التوازن. طريقة التوازن، مثال المبالغ المستثمرة في جهة اليمين هي $50,000 كمثال، والجهة المستثمرة في جهة اليسار مثال $40، راح تأخذ مبالغ يعني تأخذ 10% من جهة الضعيفة، أي جهة اليسار. هذه هي يعني الربح عن طريق التوازن. قلنا طريق عن طريق الربح عن طريق الإحالات. طيب الآن نتجه، والآن سوف أجرب إن شاء الله وتكون التجربة يعني عملي وليس شفوي، وسأجرب معكم أول إيداع بالنسبة لبنك بايزا. هنالك يعني نقطة أساسية لابد أن تأخذها بعين الاعتبار، كون أنك إذا أردت أن تشتري، أريد أنا مثال أن أشتري هذه
الباقة التي هي 20 دولار، فلا بد أن يكون لديك رأس في البايزا أي أكثر من 20 دولار، لأنها توجد بعض العملات يأخذها المبلغ بايزا وتأخذه كذلك التحويل الذي نقوم به، فلا بد أن يكون لديك رصيد على 23 دولار فما فأكثر. سوف نقوم إن شاء الله بأول طريقة. طريقة الإيداع تكون كالتالي: بما أن لدي رصيد في البايزا، سوف أقوم بالضغط على والات، ثم بعد ذلك أضغط على بايزا هكذا. هنا أختار المبلغ الذي هو قلنا 20 دولار، بعد ذلك أضغط أوكي هكذا، باي نيو، نختار البايزا كما تشاهدون. هنا نكتب الإيميل الخاص بي، وهنا نكتب اليوزر نيم الخاص بموقع البايزا. ثم continue. بعد ذلك هنا يعطيك اختيار إذا أردت أن تشحن حسابك، إذا كان عندك حساب بالبيتكوين في بايزا، وإذا أراد أن تحسب أن تسحب حسابك من الوالات الخاصة بك. كما تشاهدون هنا يقول لك يعني المبلغ المتواجد عندك في بايزا كم، و المبلغ الذي سوف يخصم يعني سوف يصبح 21 دولار فاصل 37. فلابد أن يكون لديك هذا المبلغ، هذا هو المبلغ النهائي الذي يسحب. سوف أقوم بالضغط على continue هكذا، ويطلب منك أن تضع الكود، لأنك عندما تقوم بالتسجيل في البايزا يطلب منك أن تحضر كود، سأقوم بكتابته، ثم بعد ذلك أضغط. تم معالجة الدفع الخاص بك، سوف ترسل لك بريد رسالة بريد إلكتروني. كما تشاهدون بعدما قمت بتحديث الصفحة الخاصة بالبايزا أخذوا مني المبلغ الذي قمت باشتراء الباقة منه. سوف قوم بالرجوع إلى حسابي. كما تشاهدون بالرغم أني قمت بوضع شراء الباقة لم يفعل حسابي بعد. سوف ننتقل إن شاء الله إلى الطريقة كيف أوضحها. هنا راح أضغط على المحفظة، ثم نضغط على بايزا أو البنك الذي قمت بالاستثمار به، بعد ذلك أذهب إلى العملية التي قمت بها التي هي هنا، هذه هي العملية التي قمت بها، أضغط عليها هكذا. بعدما أضغط راح أخذ هذا الكود أو الرقم المرجعي الخاص بهذه المعاملة، ثم أذهب إلى بايزا وأضغط هنا، ثم أضع هذا الكود هنا، بعد ذلك أضغط على بعد ما قمت بالموافقة. وللأسف وجدت المبلغ لم يصل 20 دولار لشراء الباقة كما تشاهدون، فصراحة شيء يستدعي الاستغراب، مع أنني أخذت مع أن الموقع هو الذي يعطيك العملة الذي أخذها منك. لا عليك، سوف أجرب للمرة الثانية. الآن يعني أضفت 2 دولار فاصل 84، وسوف أجرب إضافة هذا المبلغ إلى هنا. دائما هو يقول لك أقصى حد 2 دولار، سوف
أذهب أضغط هنا كما فعلنا سابقا. هنا العمولة التي أخذها المبلغ. طيب سوف أكمل كود بين خاص بموقع بايزا ثم أضغط سوف أقوم بأخذ هذا الرقم. هذا من أجل ترجع إلى حسابك الأول. سوف أقوم بالرجوع إلى الحساب من هنا. ثم بعد ذلك أذهب إلى والات بايزا ثم أضغط هنا وأضع هذا الكود الذي قمت بنسخه. بعد ذلك أضغط هكذا كما تشاهدون تمت الإضافة بنجاح. سوف نرى كما تشاهدون تم إضافة المبلغ. سوف أجرب شراء الباقة وهو بالذهاب إلى هنا بعد ذلك هكذا ثم باي. وكما تشاهدون تم إضافة الباقة بنجاح وتم يعني ظهور رابط الإحالة الخاص بك. كما تشاهدون الآن تم تفعيل حسابي بما أنه كان غير مفعل. ولو ذهبنا إلى هنا إيداع ناشط هذا هو المبلغ المستثمر بالتاريخ الحالي. أتمنى من أراد يعني سوف أقوم بوضع رابط التسجيل رابط الإحالة الخاص بالتسجيل. من أراد أن يدعمني فله ذلك. أتمنى أن أكون قد وفقت في هذا الشرح إلى شرح آخر إن شاء الله. في أمان الله وحفظه وشكرا وإلى الملتقى إن شاء الله.